يمكن جاموندي عنده خبرة في الكرة المغربية والكرة الأفريقية، لو اتكلمنا عنه يعني هو مع قطع عدم قطع كلامك كان موجود لما جاريدو كان لسه كان موجود، كان موجود كان سبورت موجود دايركتور، سبورتس دايركتور او تكنيكال دايركتور يعني، ومستني اللي هو اول ما هقول لك يلا يبقى يلا. ففعلا عمل كده، استعان بيه كمدير فني. لكن طبعا بالمناسبه الثمان ماتشات اللي فاتوا في الدوري المغربي جاموندي ما كانش قاعد على الدكه، ممكن يعني هو عشان اللوائح هو كان بيقعد في المدرجات بيقود بس مران الفريق ككوتش، بيحط الخطه وبيدي تعليمات وكل حاجه، لكن بيتابع من المدرج في وقت المباريات الرسميه. وحتى يعني على السكور شيت الرسمي ما بيتحطش اسمه، ما بيتحطش اسمه اللي هو المدير الفني، يعني بالزبط. بيتحط تقريبا المدرب العام او المدرب المساعد هو اللي بيتحط اسمه. وده اللي حصل في الثمان ماتشات اللي فاتت، يمكن هو كسب خمس ماتشات وتعادل ثلاثة. ارقامه كمان بالزبط. وممكن نتكلم من خلال ارقامه، زي ما انت بتقول لعب ثمان مباريات كسب خمسة وتعادل ثلاثة وما خسرش ولا مباراة. تاخد من ده ايه؟ تاخد منه يعني دي اعتقد نتائج جيدة جدا، يعني هي نتائج جيدة وزي ما قلت لحضرتك كابتن هاني انه جاموندي من المدربين اللي عندهم خبرة بالكرة الأفريقية، لانه اشتغل يعني مع اكتر من فريق منهم اعتقد بلاتينيوم ستارز في جنوب افريقيا، ويعرف موسيماني كويس جدا، واشتغل مع ميلودي سان داونز فتره قصيره جدا في 2005 2006، اشتغل في حسنيه اغادير، واشتغل في الجزائر مع مولوديه العاصمه وشباب بلوزداد، واعتقد ان هو اخذ خبره بالقاره الافريقيه كويسه. اشتغل كمان كان مساعد اول ما راح المغرب بالمناسبه، لما اشتغل مع اوسكار فيلوني المدرب الارجنتيني، وده كان من المدربين اللي هم الكبار قوي اللي لهم صولات وجولات في افريقيا، لكن توفى طبعا من سنتين اعتقد. فهو شبه عايش في القاره بقاله فتره طويله، بالظبط يعني عايش بقاله فتره طويله، واشتغل في جنوب افريقيا كمان فتره طويله. فهتبقى مباراه حلوه فنيا ما بين الاهلي وما بين الوداد.